الأزمة السياسية اللي يمر بها البلد أن يقام مهرجان مسرحي فهذا إنجاز كبير جدا وتستحق تحية كبيرة دار سينما والمسرح قسم المسارح وقسم الموسيقى السينما وزارة الثقافة على هاي الخطوة الكبيرة. الآن العالم بأكمله يمر بأزمة وإحنا يعني مو فقط في العراق كل العالم بظل هاي الظروف كلها نقيم مهرجان تلتقي به روسيا وأوكرانيا يبث رسالة كبيرة للسلام والمحبة ويجمع كل الفنانين العرب في مهرجان خطوة عظيمة أكيد. برأيك أستاذ نحتاج بعد هيك مسارح بالسنوات القابلة إن شاء الله؟ أكيد إحنا يعني حكوماتنا بتتعامل مع الفن بشكل ثانوي ما تعطي الأهمية لأنه هي تعتبرته شيء كماليات كأنه كماليات ما مؤمنة ما أجت حكومة لحد الآن مؤمنة بأهمية الفن في المجتمع في صناعة خطاب ثقافي في صناعة ذائقة جمالية في صناعة جيل يتربى على الفن. نأمل أن تكون الحكومات القادمة أن تتعامل مع الفن بشكل آخر. هذه المهرجانات أكيد تحفز الناس على الفن وعلى الجمال.